طيب وعمار يا اسكندريه يا جميله يا مريه، وعد ومكتوب عليا ومسطر عالجبين، لاشرب من الحب حبه وانزل بحر المحبه واسكن حضن الاحبه والناس الطيبين. يا عيني اغنيه المتكامله، الاغنيه اللي اصلا من عمل كبير معمول من ناس عظماء، الاغنيه اللي لها معنى، الاغنيه اللي ما تموتش ابدا، الاغنيه اللي لحنها معبر وعذب ولايق على الكلمه، اللي كلامها مش شبه حد. يعني بص عمار يا اسكندريه دي ربنا يرحمهم الاثنين، عم احمد فؤاد نجم والاستاذ عمار الشريعي، ربنا يرحمهم. احكي لي جاتلك ازاي الزنيه دي؟ يعني انا وعمار يعني وعم احمد طبعا يعني عايزين يعملوا شكل كده، شكل للموضوع يعني، وغنى غنى تقيل يعني شويه. فقالوا لك يعني نقول للحلو يعني، فقالوا لي ورحت وغنيت وتمام. الموضوع ما اخدش منك وقت يعني، انت هتروح رحت سجلت وخلاص. وكنت متخيل ان الاغنيه دي هتعيش كل السنين دي محمد الحلو؟ في اغاني كتيره جدا على فكره تبقي مهتميه بغنوه ها، وتلاقي غنوة تانية هي اللي دخلت مع الناس ووصلت لقلوب الناس يعني ما كنتش متخيل ان هي هتعيش وتبقى عظيمة كده، ما كنتش متخيل. واكتر فيديو اتعمل للغنوة دي عمار يا اسكندرية، هي الغنوة، غنوة عمار اسكندرية الاسكندرانية. انا بقولها متطرفين على فكرة، بيحبوا اسكندرية دي عبادة الاسكندرانية. فكان كل واحد ابص الاقي على يعني باعت فيديو هو عاملها باب مزاجه، حاطط الغنوه ومصور اسكندريه ازاي من وجهه نظره. فيعني انا وصل لي حوالي مثلا حاجه و80 89 مثلا فيديو معمول لعمار يا اسكندريه غير المسلسل. كل واحد يحط الشوطات اللي تعجب. حضرتك كنت بتقولي ايه؟ عايزه تسمعي الاغنيه دي بجد، تسمعيها من الصيادين وهم قاعدين على البحر بمزاج كده بالليل بيصطادوا. وجمال الاغنيه دي. حضرتك اسكندرانيه؟ انا اسكندرانيه. والصيادين الصيادين بجد مش تمثيل يعني، بيغنوا اغنيه محمد الحلو وما يقول يبقوا قاعدين جنب بعض مش عارفين بعض بس بيكملوا الاغنيه. يعني انا جوزي بيروح يصطاد هاوي فبيبقى قاعد وجنبه واحد ما نعرفوش خالص بيكمل الاغنيه ويكمل ويتسلطنوا كده. الله الله.